سيد العيد يكثر خير وقولوا يا الأحباب أمين افتح وشرع باب البير ويستقبل في الزائرين الشيخ يستقبل في الزيار وكل فوق عادر الهنهار وكنبو تجيبا وقمار وحاسخ ليبا وقويني طبلة تترجم في كار الفوحة جاب والتجيه سيد العيد يكثر خير وقولوا أحباب أمين افتح وشرع باب البير ويستقبل في الزائرين الشيخ يستقبل في الزيار وكل بقعة دار الهنهار تغزو ترقيبة وقمار وحاسق ليفة وكويني طبلة تترجم في الكار البوحة جاب والتاجيهين سيد العيد يكثر خير وقولوا يا الأحباب أمين افتح وشرع باب البير بل في الزائرين الزيارة الموسمية المقام الحاج علي الواد وهبة والفولية تبسة والعاتر الخشيب تقول تحجيرة ولا علي تكسب تبعالم دارين سيد العيد يكثر خير وقولوا يا الأحباب أمين افتح وشرع باب البير ويستقبل في الزائرين الناس الحمرايا من بكري رفعين الراية النخلة وليزيرك سرية لصنا ممعالك واطية لمغير جمعة وغردية المقرى والعمادية سيد العيد يكثر خير وقولوا يا الأحباب أمين افتح وشرع باب البير ويستقبل في الزائرين وذرية وعمالة تسوف وبرطو نسعى حسب الظروف حجيني في الملهوف وانا مثل يا مسكين حبابة عالما قام الطوف بذكر الله مشغولين سيد العيد يكثر خير وقولوا يا الأحباب أمين افتح وشرع باب البير ويستقبل في الزائرين من تونس للعسافية بتصريف ابن الحاج عليا مولى الفيضة الإلهية بدايتها عام 2000 صفينا كانوا بيض ليفا في دار التنازيل سيد العيد يكثر خير وقولوا يا الأحباب أمين افتح وشرع باب البير ويستقبل في الزائرين برنامج مشيخ مسطر الخير مكدس فاضم شنطر سيدي محمد العيد موهر وبجنبه سيدي الأمين ضابط من ضباط العسكر ولبوا حجة مجمولين سيد العيد يكثر خير وقولوا يا الأحباب أمين افتح وشرع باب البير ويستقبل في الزائرين ولبوا حجة حضبوا بسيدي منا ومن هيه ومن غادي خمسة وخميس على سيادي ربي يحفظهم العين حرشم 20 الغرادي سبوعة وسيودة وعرين سيد العيد يكثر خير وقولوا يا الأحباب أمين افتح وشرع باب البير ويستقبل في الزائرين تنسيق وخدمة كبيرة برنامج ثابت تصدير رسم الشيخ يكثر خيره خليفة الصادق الأمير يحيي ويشبث في السيرة بعلم ودراية وتكوير سيد العيد يكثر خير وقولوا يا الأحباب أمين افتح وشرع باب البير ويستقبل في الزائرين بعلم ودراية يحث على الفقه والقراية رفع الراية طلعها برزت من وين في كل ثنايا الندها يحضر له في العين سيد العيد يكثر خير وقولوا يا الأحباب أمين افتح وشرع باب البير ويستقبل في الزائرين لعليه المدح قد ما توصف هو أسمع بالعلم تسلح نصره رب العالمين شايخ متبحبح مد ذراعه في التماثيل سيد العيد يكثر خير وقولوا يا الأحباب أمين افتح وشرع باب البير ويستقبل في الزائرين الشيخ مد ذراعه الأحباب سيدي مطاعه
لي دارك باعة ما يفرغ ليش الخزين وكيدق الساعة ضمن إمام المرسلين سيد العيد كثر خير وقولوا يا الأحباب أمين افتحوا شرع باب البير ويستقبل في الزائرين.